نبي تحدي ها؟ يلا نعرفكم، هذه لولو من روسيا. ونعام ونعام يا جماعة. على الزود، ما على الزود. وش اخبارك؟ والله تمام يا سعود، شو اخبارك؟ كيف الحال؟ الحمد لله تمام. تمام. هذه من جولة من حكم. يلا يا جماعة شدوا شدوا، يمكن نفوز سعود، من يعرف؟ يمكن نفوز. قولي ارحبوا يا رجال. وش هو ذا؟ قولي ارحبوا يا رجال، والله العظيم. ارحبوا؟ والله العظيم، قولي ارحبوا يا رجال. ارحبوا يرجع؟ ايه. قول حي حي. ايه يلا خلاص. خلاص صرت واحدة منكم يا جماعة. حي. لا قولي حي حي. انا اخو محمد. قولي اخو محمد. قولي أخو محمد. أخو محمد؟ ما أبو أخو محمد، إيش أخو محمد؟ أخو محمد. أخو محمد. ما أبو أخو محمد. يا أخي ما عندي. أخو محمد. أخو محمد. أي قولي أخو محمد حي. أخيراً. قولي أخو محمد حي. أخو محمد حي. قولي والرياجيل. يا أخي صعب كمان. لا والله العظيم تعلم ما فيها شيء. قولي والرياجيل. وش تعب؟ طيب علميني عشان نفهم وش الكلام هذا. والرياجيل. لا والله أنا والله ما أقدر أقول زي كذا. والله العظيم ما أجل شيء، والله منها كلام عادي والله. يعني البنكوب. لا والله مش عادي. والرياجيل. تعلمي قولي والرياجيل. والرياجيل على والرياجيل. الحكم الأول واضح إني فايز عليه. الحكم الأول. هلا حمد، والله أرحب. انتبه منه. حياك الله، تنورين كلكم يا جماعة، حياكم كلكم. تبينها نطوع تبينها داشر تبينها أصلاف. الله غايب لنا، أعطيه حذف حامد باشا. هلا والله. لحتى هذه كذا ما تدري هو زاحف كدا مطوع كدا ما تدري. إلا المشكلة ركبت معاه شغلت أغاني قاكت دب روح تخصصي دبة كذا. وش الحركة دي؟ كيوت. تبين تصميم؟ تصميم أوكي يلا. جان you do screenshot. I want a sort of like this. Okay. Okay. Wait. Let him wear his. الحكم الأول البسي برجع. والله ما عندي. البسي أي شيء ولا حطي لذمة. عندي بس عباية. وش اسمه؟ عباية. عباية. لا حطي. أنا عندي برقة. هلزك. أنا عندي اسمكم يا. كان عندي برقة بس جب يعني في روسيا الحين. ونعم والله. نعم فيك. ترى عارف العب كرتين ها؟ والله. ترى لي في الكرتين.
ألعب كرتين قاعد يطبوا علي عشرة. يا تريبل ثانك يو. تعرفين أنا يلعب كرتين أنا يدخل نادي. والله ليش ما شفت أنا قبل كذا؟ أنا في مقاطع بس يعني كرتين. أوكي. أنا مرة أنا سوي حركة. ممكن تدربي يعني ممكن تعطيني كلاس حق الكاراتيه. نو. هذا دفاع عن النفس حقنا أنا يدفع فلوس أنا يتعلم هذا. أيوة أوكي يلا مو مشكلة. حكم أول. سوي صورة حق أنا في جوال أنت. طيب يلا بس. حكم ثاني سوي معجون على وجه أنت مع شعر فلت شعرها وأنت تركنه الليل. حكم ثالث. حكم ثالث يا صديق. سمح. قفل بث وتعال عندي الحين. الناس يقول سمح. هذا ناس انا ما فيها انا بكرهين. يلا ابغى اسوي صورة حلوة بس لازم تبتسم ممكن؟ يلا. يلا. دقيقة خليني انا ارسم. يلا. لا بليز أرجوك أرجوك لا كمان. أيوة حلو بعد اللي راح روسيا على مقف خدمات يرجعون الحين عندي مصيركم عندي. أوكي يا صديق شكرا يلا thank you هوني بنت على طول بعوني كلهم راح عنده هوني وصديق يا هالدنيا